بقيادة نيافة الأنبا يؤنس الأسقف العام بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2006. يا أمة يسوع يا أمي ويا أملي لا تهمليني متى مني الخطا صدر لا تهمليني متى مني الخطا صدر مديحة العليقة التي رآها موسى والتي تقال يوم الخميس. العليقة التي رآها موسى هذه الهديه تنفيذ انفس وانطق بأسرار خافية بكرامة أم النور مريم تباقي يا زين البشرية بابنك يا زين العالم صرنا أحرارا من بعد العبودية ومن أسر ابن حل بروح قدس في أحشاكي
وأخذ منك النسوتية إنسانا كاملا شلته بين يديك. طباك يا زين البشرية، خلصتي آدم وبني وأبرأتي من سم الحية وإلى مرتبتك رديتي. طباك يا زين البشرية، داود آلي نال عني وخطب شهادة نبوية إلى الآلهة صرف منك. طباك يا زين البشرية، رب المجد اختار حسنك وزانك باللاهوتية وأخذ طبعي نازل منك. طباك يا زين البشرية، زرع مثمر من غير بذر، ظهر من غير ماء وسقية في حقل نقي طاهر مختار. طباك يا زين البشرية، سموك الآباء الأبرار سماة يا جزدانية، ولها سكن المولى الجبار. طباك يا زين البشرية، شرح بكلام عن تدبير اللاهوتية ينزل كالقطر بغير غمام. طباك يا زين البشرية، دانية العاين بإسرونوس وحول طغمات نورانية وعليه صعد ملك القدوس. طباك يا زين البشرية، قطع سماء السماوات ونزل وكسر بنا سوريا وهو ابن أبي دنيازات. طباك يا زين البشرية، موسى نبي الكرية، وانت رمز
صدرك عن كل طقوس وعن الطغمات العلوية ويعساكرني أنجلوس صباك يا زين البشرية غافر كل خطايا شعبه ومانعهم كل عطية اتشبه بالحد وحبه باسمك طبع الناس ملتحفا باللاهوتية وحملت الواحد من الثالوث صباك يا زين البشرية من هلما يا مريم بسائر كل البشرية وكل شعوب وكل همام صباك يا زين البشرية اشفعينا بالطوبة يا أمينا العذراء قبل أن يدنو الوقت علينا نستيقظ من غفلة الأيام وانهض من بعد توانية وأهيئ الزاد قبل السفر وأجهز للحمل مطية لتساعدني في أرضي قفرة بصلاة سيدة البشرية لأني عاجز وجهدي قليل وحملي يسكن عليا ريحان وقتي لسفر ورحيل ولا ليه يا شفيع إلا هي
يا كل المسيحية التي الخلاص منها مشهور لجميع شعب المعبودية اتنجينا من كل شرور ومن الآفات الزمنية وتساعدنا في كل أمور وكل شعور حافظ غنمه من يد الدين ومن كل فئة شيطانية مقتل عنهم كل أمر غريب وجميع الهدى على أريوسية راعي شعبه بلاد السلطوك وتعليمه الروحانية هدمي يا رب كنوتوك بعمر فسيح وطمانينة إرهاب بدعاء بالناموس وقوانين الشرطانية نحن معا نعظم غبريان منسوب بمديح بر نقي متوسل بشجاع وبا وسبق له الفضل علي كبادوك فخر الشجعان منسوب بالنسبة الأصلية مقدم كل الشجعان وزن كل الكبدوكي باصلو غروس مرتي كوكب شارك في الصبح باشو يسيب قورو جواركي صاحب عزمي
واختم أول رد.